مسا عليكم، شلونكم؟ شو اخباركم؟ اليوم وصلني هذا سلايم وغراض وايد داخله، راح احط اكونتها اللي جابت لي هذا تحت، وجابت لي هذه رساله صاحبه الاكونت. خلينا نشوف شيء شيء. اول شيء قالوا لي هذا، واو صدق هذا سلايم. هذا هني تعال سمع الصوت. واو ما بيطلع بلعب في داخل ما واو شو شلون شكله دخلته ما يشلون شكله. Thank you وايد حلو. ما توقعت كذي، عبالي نفس الجري كذي. يلا خلينا نشوف اللي بعده. واخر من السلام لا اصلا الحين يونس شكو قاعد تاكلون السوشي. شكلكم قاعد تاكلون سوشي صح؟ اوه هذه كلوز صح؟ كلر صبق لونه يهبل لما اروح عند جدتي احبه تحبل هذا اللون. واو سكوشي اوه متعلقين مع بعض. الله لمعة نشوف هذا. نطلع السكوشي من مكانه من بيته. شوف الوي زي دينور. يونسوش ثانك يو. واو لمعة اذا ابي احط بالسلايم. اذا بحط بالسلايم لمعة. يعني سلايم ثاني. انت مسويته؟ لو انت مسويته عجيب. شوف اللمعة مع الليت عجيب. الحين نسكره ونشوف شنو داخل اخير شيء. اي اخير شيء اللي هو سلايم ابيض. ها سلايم ابيض شنو ثلج. واو اكله سنو. الله اكله ايه طح ألمها بعدين. الحين هنسكر عشان لا أجيب العيد. هنا صار وشكلي جبت العيد بس ما يشفي، بس راح ألعب بالسلايم الحين. واو باي. لا تنسون اللايك والسبسكرايب والكومنت والشير ونشروا قناتي عند كل اللي انتم تعرفونهم. وباي راح ألعب فيهم كلهم.